ننتقل مستمعين إلى معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، حيث تطلق مشروعا كبيرا لتوفير الطاقة المستدامة للمزارع القطرية. وفي إطار التشجيع على الزراعة والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة النظيفة دعما للأمن الغذائي بالدولة، نتعرف أكثر على المشروع مع دكتور علي الراية، عالم في مجال الطاقة في معهد قطر للبحوث والطاقة. يسعد مساك دكتور علي، وحياك الله في برنامج مساء الدوحة. يا مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة والفرصة الجيدة. يعطيك الصحة والعافية دكتور علي. بداية حابين نتعرف أكثر عن مشروع توفير الطاقة المستدامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معهد قطر لأبحاث الطاقة والبيئة مهتم في توفير مصادر الطاقة المستدامة لتوفير الأمن في مجال الطاقة والمياه مع سلامة البيئة. ضمن هذه الموجهات، يعني هدف المعهد لإنشاء مشاريع لإمداد الطاقة لبعض المزارع. يعني بعض المزارع تعاني من عدم وجود الشبكة الكهربائية، وبالتالي يعاني من توفير الطاقة لأغراضهم المتعلقة بالزراعة. نعم. لهذا الغرض معهد قطر لبحث الطاقة والبيئة حرص على وجود مزارع معينة يؤسس فيها بعض الخلايا الشمسية حتى يدرس مدى جدوى استعمال هذه المواد في قطر وكيفية الاستفادة القصوى منها. جميل. طبعا دكتور علي، حابين نعرف أكثر عن أهمية المشروع، وخصوصا من هم أغلى الأفراد أو كانوا المؤسسات أو الجهات أو الفئات المستهدفة في هذا المشروع؟ طيب، سؤال جيد جدا. في قطر في أكثر من 1300 مزرعة منتشرة في أنحاء الدولة. كثير من هذه المزارع غير مزودة بالطاقة من قبل الشبكة، ويعتمد أصحاب المزارع بشكل كبير على موتورات ديزل لتشغيل المزرعة. يحتاجهما بشكل دوري لنقل الوقود من المزرعة لتشغيلها. نقل الوقود يمثل خطورة على المركبات، وحفظ الوقود في المزارع فيه مشاكل وأخطار، بالإضافة أنه مولدات الديزل عرضة للتلف والأعطال المتكررة. فبشكل متكرر يكون عندهم نوع من التوقف في العمل، صعوبات في الإنتاج. توفير الطاقة الشمسية يمكن صاحب المزرعة من تركيب ألواح شمسية مرة واحدة، ومن ثم يؤمن الإمداد الطاقة لمزرعته بشكل مستمر دون الحاجة إلى أي صيانة أو أي وقود، وبالتالي يكون مسألة الطاقة وفرت المزرعة. نعم. وصاحب المزرعة يركز في الأمور الثانية، مثلا تحسين المنتجات التربة دون النظر إلى المزرعة. نحن نستهدف في الأمور المزارع في المقام الأول غير موصلة بالشبكة، لأصحاب المزارع خاصة من الأفراد، وكذلك المزارع موصلة بالشبكة، لأنه حتى المزارع موصلة بالشبكة عندهم المساحات موجودة. توفير الطاقة الطاقة الشمسية للمزارع يكون يوفر لصاحب المزرعة مثلا يعني نوع من التأمين بتاع الكهرباء خلال السنة، وحتى في أوقات عدم الزراعة ممكن هو يمد الطاقة للشبكة، فيكون دعم الشبكة ودعم مزرعته في نفس الوقت بطاقة شمسية. جميل جميل. طبعا الدكتور علي، مثل ما تطرقت ان الفئات المستهدفه فئات مثل ما قلت لها اهميه ولها دور ايضا في المجتمع، لذلك حابين نعرف عن اهم المشاريع اللي اشرفتم عليها او اشرف عليها المعهد في هذا المجال. هو حاليا المعهد بدا في مزرعه واحده تقع جنوب غرب الدوحه. المزرعه فيها جزئين، فيها شقين. الشق الاول مساله الطاقه، لانه نحتاج نوصل الطاقة للمزرعة، لكن إضافة إلى كذا إلى الطاقة. نعم. المياه الجوفية المستعملة في المزرعة فيها درجة من الملوحة، وجزء من أبحاث المعهد هي توفير وسائل تحلية للملاح، تكون وسائل يعني بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية. فنحن بنعالج الجانبين، جانب الطاقة وجانب المياه. فأي صاحب مزرعة عنده إشكال مثلا في توفير الطاقة أو المياه غير مناسبة أو تشغيل المزرعة، التحكم فيها، تنظيم جدولة العمل فيها، نحن نقدم الأبحاث عشان نوفر الطاقة المستدامة والمياه دون على التأثير على البيئة في هذا السياق. جميل. طبعا الدكتور علي، كونك عالم في مجال الطاقة، ما هي المدة الزمنية اللي خصصتوها لتطبيق هذا المشروع؟ طيب، بالنسبة الآن نحن المشروع يعني طبعا نحن كمؤسسة بحثية يهمنا في المقام الأول أنه أي شيء يركب وأي شيء يستعمل يكون عمل عن طريق دراسة، فنعرف مثلا هذا المشروع حيستمر لمدة كذا وحيوفر طاقة مدة كذا وكذا وكذا. عشان كذا احنا لا بنستعجل في تنفيذ المشاريع، انما نعمل على مراحل. المرحلة الاولى نركب الخلايا الشمسية، نتأكد انه ادائها زي مثل ما هو متوقع. يعني الطاقة الشمسية لما يشترى الالواح ويشترى الاجهزة الكهربائية يتوقع انها توفر كمية معينة من الطاقة. نحن هذه المكونات حسب البيئة اللي صنعت فيها، ما بيئة قطر،
نركبها في قطر ندرس أدائها مع مرور الزمن، هل الأداء كما هو متوقع ولا فيه إشكالات؟ إذا فيه إشكالات ما هي دي الإشكالات وكيف نتغلب عليها؟ المرحلة الأولى تركيب الخلايا الشمسية، يعني هذه في السنة الأولى أكملناها. في هذه السنة الثانية يعني حيكون التركيز على تركيب البطاريات وعدد التخزين عشان نوفر طاقة مثلا في أوقات المساء أو إذا كان في غيم أو في ما في طاقة شمسية كافية تكون البطاريات مغطية للطلب. المرحلة الثالثة مسألة تركيب نظام تحكم بحيث أنه يضمن أنه في موازنة ما بين الطاقة الشمسية المتوفرة والأحمال الكهربائية الموجودة في المزرعة، حيث أن صاحب المزرعة يكون موفر كل الطاقة المطلوبة دون أن يدفع يعني كلفة فوق الكلفة المطلوبة. جميل جدا الدكتور علي الراية، عالم في مجال الطاقة في معهد قطر للبحوث والطاقة، يعطيك الصحة والعافية وشكرا على وقتك. مشكور جدا. حياك الله.